رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأمين وللمطمئن إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، وليحا كل حجر ناصير ذي نبيك صلى الله عليه وسلم قاصهان وحن نرينا دغالك أحد وحن نوغس ودن بيسي مسلمين تا جبه سو قاري أيضو أصوى الله طيما قال لذا المدينة انت كبعدنا إن إسوارديين أي مركا قد قالين وحن قاضني نادرس لغم غعاب غزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد غزوة يد كذا وقيت كمتعة احد، فلما مركي اصبح اوى برستي رسولك نادى وطواقي اوحو اناديي في المسلمين مسلمين تبحذوا ان يخرجوا الي الصبحان للقاء العدو ابو لكل كيسة. مر الله لمركي المسلمين اي مادين المدينة صبحين الرسولك اوى بريستي مسلمين تو كبح قيلي او وحو يري صبحا ادوغا عن قدرة تقني ويا اني صور نقضان بالغا يابا ولا يخرج من الضحى يوصن بحن الا من شهد القتال قفكي كقب قلي دقالكي باحد ما هني قفك لو الضحى ينمجر ايمان كمسلمين تو ايليهم بامش لغوغوت المامايا حضر الكسر أيام يرهدنا الدجال كلا أن أبن فقالوا وحي يرهدين صمعا وطاعة وان قلني وان أطعني رسولك أمر كيسا وان قلني وان أطعني وصاروا ويسو صعدين حتى بلغوا إلا إيسو جارين حمراء الأسد بالمركة لقوم غعابه على بعد ثمانية أميال سديد ميل بكفكتهي من المدينة مجانب المدينة مدينة منورة أيا وحي سديد ميل أجرتا حمراء الأسد وعسكر هناك ماشا سيصل قكتين حمراء الأسد ميل إذا هذا مركي تغين ماشا سيصل قكتين. أما المشركون مشركين في فكانوا وحي أهايين نازلين كو أيضا مريجي بالروحاء ماشا اللي يراهبو أي سودقين إلهي أمركي نبي صلى الله عليه وسلم توفيق ذي إلهي وافجييو مشركين تا أيضا وحي بكو ترقلين إني سوى مقضان ويفرقنينين وحي ليهن محاب فرصدان أبا يعظين لا تقو مسلمين تصوبا بيئية أيضا عبار مركي سعودين يفكت نوع سكينين نبينا واتو مسلمين قرآن عرسانو. أما المشركون مشركين كيف كانوا وحي أهايين نازلين كو السود دقي أي مركة أهايين بالروحاء روحا يشبه بهدو على بعد 36 ميلا من المدينة أما ميلا أو من المدينة فقاش أهان تصدم إيا لحميل مدينة أجرتا أيوانا روحا ميشا اللهم صدن إيا لحمي لمدينة أجرتا يفكرون ويفل ويتشاورون أيضو كتشرية في العودة النقشو ويتشاورون وحي كتشرية في العودة إن الأبطان إليها مدينة حقيرة او ايجينا والفرق مين يا محليهم مسلمين تواتكج لستين محد اصاب حدان محد ابدا بانيسين حد لاطا
ساسي مركا كفا كرايين ويتأسفون وحي كمر بزمايين ويكحماضين على ما فاتهم وحي طافي من الفرصة الصالحة فرصة ونكسنية فرصة في عمبا كفكتو إن الضميسترتان مسلمين دا أي في عند بي رهدين وكان عبد أبي كاللغم عاب معبد ابن أبي معبد إرين خزائئة من الناصحين كو الناصحين تو كمت أها ندك دا عبد أؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معبد ابن أبي معبد إسلام ما أهين لكن يقول أهابتك الناصحين تاء اي جعل أما الصيح دا عبد أؤه رسولك الله صلى الله عليه وسلم فجاءه وحي أبيمي بحمراء الأسد أي رسولك أبيمي حمراء الأسد رسولك أجوغا أي أبيمي وعزاه وعزيه وعزيه على ما أسابه وحي نبي جاري أو كبعي في أحد دقالك أحد حنونك إيا جبكي سو جاري يؤغى عزي يؤغى تأسي هذا هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق إنو حلاله أما أكبر رطغه أبا سفيان أو يخذله أيهوجيه أبا سفيان أتكبيره وإيا الدقال مركا لبجره وحل صميا وحول با أي عينك كاغا بقان وحول با أذب كاغا عبسمان وحل صميا سذا درتيد أيا الرسول كتب إحلب فكري من كان معبد ابن أبي معبد ليرهده إرارق زائئة أيو يري أرد أبا سفيان أتك عبسي قلي أي الحق إنو كبب التقوها لولا أبا سفيان ويخلله ومركه جيو أما ودكره فلحقهم حو أجدبته وكه ليلي بالروحاء روحا ميشو لقو مقعابو وقد أجمعوا أيقوب عن صدي وابا سفيان يقريس حسن مكة فوخفه فأمره وأمر الرسول صلى الله عليه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم منك معبد ابن معبد أها أي الرسول كوحو أمر أن يلحق إنو كبرته إئو هليلو أبا سفيان أو يخذله ومكه يجيه إنو عبسئي وحيابك لكفره إئو بيجيه أي مكا أمري فلحقوا هليلي معبدناهم مشركين تي بالروحاء روحا ميش اللي يرهدو أي أغدرته وقد أجمعوا أيقوقوا أن كجاري ليعودوا إني كسر لابتان إلى المدينة مجالب المدينة إني مدينة دب أغسر لابتان أيقوقوا أن كوذو أها فخوفهم وعبسي قلي مرك وعبسي قلي أيقوقوا عبسي قلي هذا لا أشعوقوا الدرم عبسي قلي أي عبسي قلي وقال يحويري إن محمد محمد خرج صبحي في جمع في جمع أصغر جمع كبحجرة جمع أيو لصبحي عيدا حوجا أيو وطا لم أرى آمان أركن مثله كاسو كاشك جوجي ورك عرض ورك عرض ناس محمد دان صو أركن أمر الله لمركن إذن كلابين جمع فربنا انتو صوتي أيغو كالأمر كأركن يتحرقون يلبا من قدنائين مسلمين تا عليكم كركين أي مركا إذين قدنائين تحرق قدشو تحرق دي مركا سمينائين أو قدنائين فيهم وحاقو بحسقنا من الحمق حق إذين قدان إذين فا شيء شيء لم أرى آمن أركين مثله كاسو كالي قطن يلبي إن كان إذن قبان لهدى قبان لهيدان سيئب قبان أيين عين كهاي درتي ولقي معكين تاسي لقب قبان أيين أو عين كان إذن قبان إن إذن عوام أي مرتبط بيهن وكعرب يرمش أفضلنه أبا سفيان وكأرط ماشا يتحرقون حالئي قبان أيين عليكم كركين تحرقا قبشو
فيه الوحاد حبيضة هذا من الحنق حين كإحناق عليكم كركين أي إذن حين إحناق قضان شيء شيء بقل حسب ما لم أرى أن أركين مثله كاس وكلا قطن ولدي ولا أرى من أرك يدوير أن تريو إن كدت يطلع إلا أسوغر أول الجيش إذا كود أبهرية من وراء هذه الأكمة أكمة جبشيرة تاجن يبرت من صدو حد ورانا حتى حد بهران حتى أنت تسحر حريسان أخرتها رانا إنسان إنا كود مسوداريا يخفي على عرنا شهير وأتسجلي لم أرى أنا أركن مثله كاسوك لقبط ولي ولا أرى أن أركن أما ما أركا يدوي أم لن مايو أن ترتحلي إن أكرر نيسان نيشي كبوريسان حتى يطلع إلا أصو جارو أما أصو مغضى أول الجيش إذن ككوب أغهرية من وراء هذه الأكلمة إنسان كدقاق فلما مركي صنعوا أي مقلين هذا أرنتا خارط وحض ضعيفي أزائنهم أزائن تولي حقودي أي مركا ضعيفي أزائن تولي ويضعفتي وأنهارت وحبر بري معنوياتهم يدودي يدي إمارك أي لها يمة وضعيف هصبو أدعي واكتفى وحوك كفتومي أبو سفيان بحرب أعصاب دعائية بحرب أعصاب دقال مسكحات دقال مسكحات أيوك كفتومي أول دعائية دعائي لفافياء إذ وقت كلفة وأحل ساري من يقول من أي رهداء من قدر أسكنا دقال مسكحات أي كد الله بل أوكو كفتو من يحكى لي قدن واني ودعاية إذا وقت كلفة أوكو كلفي أما أوحن ساري من يقول أبها مسلمين فإنتو أتقى للمسلمين إن الناس ضبكي قد جمعوا لكم وإذين أرورين فخشوهم كعب سبا أصلا منك لو دري والمسلمين تأتقوا حبها ورأى سفيان في بيت كيسة والإذين جمعين إن الناس دفكي وسفيان يعيد كيسة قد جمعوا والإذين كل من لكم إذين كمسلمين فخشوهم كعطسوا حتى لا يطارده محسا إيليا سئي سنقسوا إرسلين المسلمون مسلمين بغض بابا قشيبا عبسيبا قشيوح إسير من كان نعم بتروحوا إلين شيء حب أنا مسلمين سئسن أسوء عرسنين أيو أصلنا أنتم من بري يحير أبا صفيان في بكي سوي إلين كل ماني فخشوهم كعب صبا حتى لا يطارده سئسن أسوء عرسنين مسلم مشركين تا المسلمون مسلمين تساء يالك وعجلة وعيد الدجي الارتحال قوردة إلى رشضة إلى الله رشضة إلى مكة مكة أولاطي دك أبو صفية يا صهري مسلمين تي فلم يؤثري مئسن في كرية الذات فيهم بحدودة وحراتة وعبسعة كمبيرين هذا الإنذار بريد ليس جديد بل اسكدا إن أبصرانه زادهم إيمانا إيمان بأكر بيت وقالوا يحبهم حسبنا الله وكيل حسبهم يا إلهي إلهي يا كافيهم أهوكيل يا إد وكيل لقد اقتنع إلهي يا نعم بابا وبقوا وحيسي جوجين مسلمين أو أي باقي كل قدين في حمراء الأسد حمراء الأسد نوش لقوم بقعابه إلى يوم الأربعاء إلا ما ننتي أربعاء إلا ما ننتي أربعاء بنوش جوجين ثم كذب مركي ويوين اتقع عن قصو التاكتة إيه قصو الديرتة رجعوا إلى المدينة مدينة الصغر نقدين فانقلبوا والقدومين
بنعمة بالمجد من الله أن حجي سكأها تو وفضل زيادة يدارات لم يمسسهم مؤثن طابا من سوء الحمام واتبعوا رضوان الله إله الرابي أهاشد سماء ويراعين والله ذو فضل عظيم فضل برمة أصلاح الله سبحانه وتعالى إلهي ما فضل عظيم أي مكة أصاحبي أحداث دعبوي وغزوات يدولان وحيابة دعبوي أهود عي يدولان أي مكة قلينا هدنا كان وحو أهاضي لما أصاب وحي أصيبي كان وحو أها لما أصاب المسلمين وحي المسلمين تجاري أما أصيبي بأحد أحد أصيبي أفر رد نقطي سيء أحم على سمعتهم مسلمين تسمع أبدا كفيعني الله أكبر وإنت كلية إن منك رمابعة ليرها سيد دقين أي سيد دقين ولذا حلي بي سيد دقين أي تهي حلي أي مسلمين تقول استهل تقولين إن نشك أبناني انت اللي تقولي سنة يقول جيدي حتى ماشي نقصر معنا لكن حكا جيدينا انت ساسم عديدي هلاي سي انت ساكرتي اثر سيئة وانت عني كان وحو اهال لما اصاب المسلمين مسلمين تيحي جاري او اصيبي بأحد اثر ردو اها اثر كاسو سيئ انت عني وانكو هبونين او كشن على سمعتهم سمع ذودي إذ وقت تجرأ أي كسو ديذبين أن أعداء أذيالك أذيالك جبنا لأعبسنا لنا ويكسو ديذبين وكاشفوهم ويسكسو فيذين بالنزال إني كسو دقان نزال إني مركا قصة ميان وأي أسعين ووقعت وحى بعض عدة أحداث دور بعض لم يكن عن أهين بعضها قاركي في صالح المسلمين من المسلمين تكون هبون إلى المسلمين تكون سنكفي عنين ونكتفي وحنكك الثوني دوننا هنا ميشان بذكر الأهم مدى أبنهم سنقنا شيرنا منها بعدينك فقط أوكلية حبتهم بانك شيرنا أما مدى أبنهم سنبانك سوقاذنينا انت سان وقفت المانيسا مر الله لمرك المسلمين في أثر كاسيادة إيجاري وقال ذي او يهي ربئي كوي عبيد أها إيجبنا يكسو ديبيردين برسولك وكاشفوهم وحي اسكسو بيان اسكسو فيدين بالنزال إن اسو بيان بحان الكسو دقان وقولين لم يكن آمهين بعضها قاركوب في صالح المسلمين مسلمين تقول أفيعا قوؤها الضامن أخو أنت قلن بي أهايين ونكتفي وحن تركف تولي دونا هنا نيشان بذكر الأهم قوؤهمهم سنح ستان كوضا منها بعدين كفقط تكواد وحادث الرجيع حادث ذي بعض ذي الرجيع ما الرجيع اللي يرهبه بعض كبعضي قدم وحا أسوق علي رجال رب أسوق علي من عضل يا قارا قبيلة عضل يا قارا كمتع إلى رسول الله ذي أسوق علي صلى الله عليه وسلم وذكروا له حي أشهد رسولك أن فيهم إسلاما قده إلى الإسلام هي إلى الإسلامين وضد مسلمين أيهين لرسولك أشهد إنسى أن يبعث إنه أصدره إليهم حق وضعوا كبره من يعلمهم الدين قد دين كبره مسلمين بان نهي ماشي سنة الجنة قاري عضل بان لويره ذا ما قدر بيدهين من الدين كمان نبره أو ويقرئهم أخرسي بره القرآن قرآنك من أن تكون من الدين كوحي بره هذا أو قرآنك إبره ما كشكين إيسا وامل أين قياني وتين فبعث وحو كدر المبدا اولى الدري عشره تبن من اصحابه اصحاب سكنتها
toban nin oo asxaabtiisa ka mid ah ayuu rasuulku ku daray wa amara wuxuu madax uga dhigay calihii tobankee korkooda caasim ibni faabit ninka lagu magacaabo caasim ibni faabit buu ku daray falad uu madax uga dhigay falamaa goortii keeni rujiic meesha la daariyey bihim way qiyaaneen gadar bay ku sameeyeen iyo ballan fur wastasrakhuu wixay u qaylo dhaansadeen oo ay u qayliyeen calihii korkooda bani laxyaan nimanka lagu magacaabo reer garweyn bani laxyaan reer garweyn ayay u qaylo dhaanseen reer garweyne oo nin hudeyn qabiilka hudeyn u dhashay adeeg bay u dansadeen waxay dheheen toban nin oo saxaabadii nebiga ka mid ahaan qiyaano ku soo wadanay halkaanay joogaan hey nasoo gaara nasoo gaara kaalaya andinne saasay markaa yiraahdeen falaxiqahum waxaa soo haleelay oo u yimid qariibun wax u dhow min maqal nin oo leedka iyo shiishka aad u taqaana yaa raggii soo gaaray wa axaatuu bihim wayna koobeen waana markaa waxay ahaayeen muslimiinta fii makaanin meel murtaficin oo sarraysa meel taag ah ayay markaa saarnaayeen faacatawhum waxay siiyeen alcahda ballan gaaladii waa ballan bixinaysa muslimiintii bay siiyeen ballantaasoo ah in la zaaluu hadday u soo degaan allaa yaqtuluuhum inaysan dilaynin isdii bay dhaheen noo soo dega wax dhib idin gaarsiinayne wax dhib ah oo aan idin gaarsiinayna ma jiree soo dega saasay markaa muslimiintii lagu yidhi oo ay gaaladii ku dhaheen fa abaayuu diiday caasim annuzuula soo degitaan uu diiday waa ninkii madaxda rasuulku waga soo dhigay oo kooxda hogaaminayay inuu soo dego waa diiday wa qaatala wuu la dagaal galay maca asxaabihii asxaabtiisa sabcatan toddoba wa baqiya waxaa soo haray thalaathatan saddex toddoba markay dileen saddex baa soo hartay ilaa toban bay ahaayeen mar labaad bay haddana ballan u fidiyeen fa acaahum waxay siiyeen alkufaaru gaaladii alcahda ballan maratan ukhraa mar kale waxay dhaheen hay saddexdiina baa soo hartay saddexdiina dagaal fiican ma geli kartaan isdiiba dhibna idin gaarsiinayni fa nazaluu way soo degeen saddexdii ballantii gaaladay markaa ku soo degeen fa nazaluu way soo degeen fa qadaruu bihim wayna ka ballan fureen way u ballan baxeen fa qadaruu way dhagreen oo way qiyaaneen gaaladii bihim saddexdiinin wa rabatuuhum wayna xirxireenba isla markaysaa u soo degeen ayaa intii qawsooyinkii iyo qaansooyinkii ay wateen ay ka furfureen ee xargahoodii igu xirxir wafa acaahum waxay siiyeen alkufaara gaaladii alcahd maratan ukra ballan bay mar kale u fidiyeen way ogolaadeen saddexdeediiba fanazabuu way soo degeen faqadaruu bihim wayna qiyaaneen warabatuuhum way xirxireen faqaala axad athalaatha saddexdii mid ka mid ahaa wuxuu yidhi haadaa midkani awalu lgadri waa ballanfurkii ugu horreeyey ballanfurkii ugu horreeyey waaye hadda maxay lahaayeen dhibna idin gaarsiinin maxay noo xirxireen inayna dilaan amay dhib markaana gaarsiiyaan saa darteed wuxuu yidhi kuwani waa ballanfurkii ugu horreeyey nagu sameeyeen wa abaawuu diiday kii saddexaad an yasxabahum inuu raaco inuu raaca maba ini raaca ayuu yidhi ragga aad disheena qudwo uugu jira idila buu yidhi haddaad doontaan faqataluuhu way dileen asagana wantalaquu labadii alaakharayn ee kale ay markaa soo kaxaysteen xaggay la yimideen ilaa makata maka wahumaa labadaa waxay ahaayeen khubayb bin cadiy iyo wasiid ibnu dafina labadaa nin bay ahaayeen fadaacuuhumaa cer markay ka iibiyeen way iibiyeen labadoodiiba wa kaana khubayb wuxuu ahaa qad qatala mid dilay alxaarif ibnu caamir innawfil yuu yowma badr maalintii dabar dilay ninkaa la yidhaahdo khubayb ciirdayda u qabeen reer maka ka waran adoo gacanta laguu geliyay qof cadow ku raadinayay waa dhibaato sida ugu ba-an oo ugu dhib badan iyo markaa u galeen marka ninkaasuu ka dilay fashtaradhu waxaa iibsatay bintaho gabadhiisa ow akhuuhu ama walaalkii ninkaa la dilay xaarif ibni caamir bin nawfal ahaa gabar uu dhalay ay sajiiyeen oo way xabaaseen
حبسي دقين فترة مدة مدة أي مركة حرنا معناها فترة أما أياما ثم خرجوا كدبنا وحي ولبحين به أسغى إلى التنعيم تنعيم حقيقة تنعيم حلقي كمتهي حرمك كمت معها أو وحي ديديان إن منك حرمك تدلان والاحترام جدا حتى أيوة كافرين حرمك حلقي مركة جيين تنعيم ليقتلوه سي مركة أدلان فصلى يحيي تكب الخبيب ركعتين لبرك عضوط ثم انت كذب دعوها باري عليهم تركوبة وهباري ثم قال وحير فيما قال وحي ايري مرك هذا الكي اوضحي وحاكمت اهاواي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي وذلك اوصى لشلو ممزأ هذا الكيس كافى مركا كمت اها وتوي اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا الى ايوا دم واحنا ترين كركدك تركوكوب بدد يا قبل قبل اله يؤذن بيري حبتنا هنافين هذا الذي اجر وحاكمت اها ولست مئه اداني مئه بيلا يحين هديب اقتل لي بلهيو مسلما انا مسلم اه الله اكبر أنا ذا إسلام من هستا ودين ذا إسلام ككتب الحبيب اللي يدينه أيو وأبيل الناي على أي جنب من أكتستو كان أهابا مصر رأي بالكيجة إيه اللي بدون كيجة في الله إلهي دفتي سبحانه وتعالى على أي جنب كان جنب جمل وذلك أرنتا في ذات الإله وإله ذات نساء إلهي أسبابتي سوايا وذلك أرنت في ذات الإله وإله وحوضاني وإن يشأ هدور رب إلهي يبارك وعبركين يا على أوصال شلو شلو هو جرك إيا جسدك أوصال كان واحدنا جرح بيهنسى أي بركين يا منزأ إلا قوقوي فقال له أبو سفيان خبيب إلا دين ربو أيا أبا سفيان وحوكيري أيا سرك مكفرح جلين إسلاميه أن محمد محمد عندنا اكتمعنا أهذا محمد ما أنت ماشاء أنه وحر أنته إنه كحر ناظه مكفرح جلين لهي ونبه له أن أفنه قلنه ونقو قرتيس إنك أذيك أتبقى كفرح الكاغة تكتور ودري يا جسكت حجوكته العيال كاغا محمد انتان سوق ابانا ميشان لكينا وميشات كل حرمتا اللي بحيره كدب نقرت ان قطفانا وانبينا كون حالة دا مكفر حد قرين لهي فقال ايمان واتنا فقال وعيري والله ما يسرني الهي ينقطع طي افرحب قرين نيسو اني في اهلي انا اهل كيغا هذا عني وأن محمد محمد في مكانه بوس كيسة في مكان كيسة أو أهذا الذي كاسه هو فيه وكسر يا هذا سكدة تنقل أنت السوق هذا قرية قد كسر حرته أتقرت كديس سكدة أنا أقول جيه الجودة حد قال إني يري هو أصلا فيه أوي تصيبه أنا برتا شوكة قرح قرح باصو تؤذيه إذا قلت رسولك صلى الله عليه وسلم والله إنا ننجعل الله بويري هذا هو بسوق بن إسامية ماشي أنا كين إسامية قرطة بقبة فنسة والله إن قرح قلت نجعل بويري حمد كانوا يقولون يا إنا أنا ما يليد ماشي ما إهي قولي بيجا أنا جوغا وإهل كيجا كل حسوغا إن النبي محمد قرح دورت أولئك ثم قتله كذب مهوب دلي وحد لي خبيب عقبة بن حارث بن عامر بأبيه أبيه أرتيسة أين مركا أدي لي وأما كاسوان نكي كوبات إلى أن تضلها رؤوس الدلين سدح لا أسوى الدكتي سدح لي مدى الدين إلى راع أصنوي الدلين وعلى صوها الدكتي مدوى كاسا كيف ندفنا منكي أها فكان وحو أها أسغن قتل مدري أبي بن أبي بن محرف يوم بدر أي دلي ما لنت يد ضرب أمية دلي فتاعه ابنه والكيس صفات ابن أمية قرص أيا أنفقانا إبسدي فتاعه وحا إبسدي زيد ابن دثمان ابنه والكيسي
ninkii uu dilay ee ahaa Umayya ibn Muharrib wiilkiisa Safwan ibn Uqayya wa qatalahu asagana biabihi aabihii buu u dilay waqad nusiba waxaa laga nisbiyo laga sheegay inay xaggiisa waa Zayde ma taqadama wixii soo hormaray oo min qowli abi sufyaan aba sufyaan qowlkiisii ah iyo waraddi khubayb khubayb jawaabtii cali aba sufyaan uu celiyey afna taasaa laga sheegay in ninkii dilay intuu u yimid uu yidhi ma jeclaan lahayd muxamed in inta lagu soo xiro adigana lagu sii yidhi iska daa wax kale asoo gurigiisa jooga nebi muxamed ma jecli imana farxad gelinayso qodax inay dirto taana markaa waa la sheegay wadacfad waxay u soo dirtay qurayshun quraysh ayaa dad soo diray wadacfad qurayshun liyu'taa in loola yimaado loo geeyo bijus-in gobol oo min jisati caasim caasim jisadkiisa ka mid ah caasim markii dilay meeshay uga tageen caasim ibnu thaabit meeshii buurta ahayd uu ku dagaalamayay ayaa reer maka waxay maqleen quraysh in caasim meesha lagu dilay markaas waxay soo direen ciidan bay soo direen si ay u ogaadaan in la dilay ama in madax laga soo gooyo kolley jisad ka mid ah jisadkiisa cad ka mid ah in la soo gooyo markay u yimideen ayagoo tooraydeeda iyo sikada iyo seefteeda wataa ilaah wuxuu u soo diray azzanaabiir xoog buu u soo diray bahalkan xoogka leelada shinida wax yar ka yaryar aadna u xanuun badan ayuu ilaahay u soo diray subxaana watacaala fa xamadhu way ka ilaalisay caasim ninin raggii la soo diray bay ka ilaalisay hal marbaa sida shinida oo kale xoonka intuu soo waaday sidii dallada oo kale maaragtay ama daruur oo kale yay saas ugu daboolantay asagii oo dhan meel ay ka gaaran malaha kii damca inuu u soo dhawaadaba waa ku orodaa xoonkun waad aragteen haddaad aragteeni aduu qaniisha kuliba shinida waa ka daran yahay saa darteed zanaabiirtaa buu rasuulku u soo diray wa kaana caasim wuxuu ahaa qad ahada allah mid ilaahay ballan kula galay buu ahaa allah yamasuhu mushrikun inuusan mushrik taabanin ilaahay waxaan ka baryayaa buu inuusan korkayga allah yamasahu wa mushrikan asagana uusan mushrik taabanin fii xayaatihi noloshiisa geeridiisiina فحفظه الله إله يا إلهي بعد وفاته جيربي سيكدي هري أي إلهي أغبري أحد يبضلن بو قلق علي الله يمسه مشرك إنس مشرك تابنين ولا يمسه مشركا معناها عاصم إنس من قال كركيسة تابنين عاصم إنس تابن أسغنا من قال كركيسة مشركا في حياته ونرشيسة duuniya ka celinayaayahe hadduu dhintay waa kuwaano ay seefad soo qaateen ay rabaan inay cad ka gooyaan zanaabiir buu ilaahi u soo diray subxaana watacaala xoon buu markaa u soo diray faxafidahu allaahu ilaahay baa ilaaliyey bacda wafaatihi geeridiisa kadib nicso kalaa dhici doontaa laakiin meesha inay joogtay wabillaahi tawfiiq